مرحبا استاذ جمال. انت الكاتب العام ديال النقابه الوطنيه للتعليم العالي، واثير مؤخرا ما يعرف بجنس مقابل النقاط او النقاط مقابل الجنس. انتم في النقابه كيف تلقيتوا هذا الامر هذا؟ علاش النقابه استاذ الله بلغ هذا الشان؟ انتي وفي هذاك البلاغ وقفنا على الامور اللي هي مبدئيه واللي كلنا ما يمكننا الا نتفقوا عليها، انه عمل بحال هذا ما يمكنش يتقبله، ما يمكنش نتقبله في, في, في مجتمع انه سواء الطالبات سواء الاستاذات سواء النساء بصفه عامه ما يمكنش يتعرضوا للتحرش، ما يمكنش يقبلها المجتمع. نسيت، ولكن في نفس الوقت قلنا بانه دي هذه المساله، هذه مساله اللي كجميع الجرائم مرتبطه بالقضاء، يعني ان هناك كاين الامور اللي من اختصاصنا حنا، كاين الامور اللي من اختصاص الاطباء، كاين من اختصاص المهندسين، هذا الامر هذا من اختصاص السلطه القضائيه. اذا هي اللي خصها تقول الكلمه، لان عندها طريقه باش تدير لونكيت وباش تثبت. اذا ثبت مبادئ العامه اللي تدافع عليها اي انسان ديمقراطي هو انه كاين قرينه ديال البراءه، تتكون الانسان بريء حتى تثبت الادانه ديالو. المبدا الثاني هو المحاكمه خصها تكون عادله، ولكن ما يمكنناش الا تكون الصرامه الكافيه. انت مدخل النقابه الوطنيه للتعليم العالي بحكم بطبيعه الحال عندكم تمثيليه واسعه، واش قبل ما كنتوش كتحسوا انه كاين هذا الاثار ديال هذا التحرش من خلال الشكايات ديال الطالبات ولا من خلال الاحاديث؟ الطالبات ما تيشكيو لناش حنايا، ولكن التحرش راه ما هذه المساله هذه راه في المجتمع، ملي تتمشي في الزنقه، ملي تتمشي في المجتمع راه فين؟ فهمتي، الاغلبيه ديال المواطنين والاغلبيه ديال الاساتذه والاغلبيه ديال الطلبه راهم خدامين خدمتهم، ولكن كاين هذه الظاهره راه كاينه في جميع القطاعات، ماشي حصرا على واحد الفئه، ها كاين. شوف سول النساء المغربيات ملي تمشيو في الشارع لماذا فهمتي تيتعرضوا لواحد العدد. ولكن غادي نلقى فرق بين التحرش في الشارع العام وفي الجامعه، الجامعه المنار ديال العلم، جامعه التخرج ديال الجيل، اكيد. ولكن هذا يحز في النفس شيئا. إيه اكيد يحز في النفس، ولكن شوف دابا مع الاسف الشديد انه الحاجه اللي تكون هكذا مخالفه هي اللي تثير الانتباه. فهمتي، دابا انت تمشي في الشارع العام والناس جالسه مع وليداتها، وتتمشي للحانوت وتتمشي للقهوه وتتمشي تتقضى وتتمشي عادي، الصحافه ما تتمشيش تستمتع، ولكن الا داز واحد شاد الموس وتيضرب الناس هذيك هي اللي تدير البوز. فهمتي، وهي راه حاله، يعني طبيعي انه واحد المساله بحال هذه راه كلشي ما تعجبوش وكلشي غادي، ولكن هم حالات اللي ماشي هو الاغلبيه الساحقه. نمشيو دابا للكليات وتلقاو تما اساتذه من 8 ديال الصباح حتى 6 ديال العشيه وما خدامين مع الطلبه ديالهم، وخدامين اكثر من الجهد اللي خصهم يديروا تيديروه تيبدلوه. هذا هو الاغلبيه الساحقه اللي خدمتها. الان اللي تيخالف هذا الامر هذا ولا اللي تيدير امور اللي هي سواء كانت هذه سواء كانت حاجه اخرى، يجب ان تكون الصرامه في معالجه الامر. نعم، معالجه الامر. الان نحن امام شقين، شق قضائي اللي كيقوم بالواجب ديال التحقيق والتحري، وايضا شق اداري. الان كنلاحظوا عدد ديال التوقيفات على صعيد عمداء الكليات وهذا. في الحقيقه هذا الجانب الاداري في نظركم في النقابه واش هو فعلا سليم قانونيا ولا خاص حتى تحكم المحكمه؟ لا، ما نقدرش نقول لك انا بالضبط على كل حاله حاله، فهمتي، لانه الحالات تختلف. ولكن لانه هناك جوج ديال، كاين القضاء اللي تيدير الخدمه ديالو، وكاين هناك مفتشيه عامه ديال تابعه لوزاره التعليم اللي مشات درت واحد التحقيقات. الى لقات بانه، انا ما نقدرش نقول لك، ولكن الى لقات انه كانوا شكايات ولم يتم
فهمتي ما عطاولهاش الاهميه المسؤولين ولا كذا، راه خصها تاخذ القرار فهمتي، ولكن على حسب. من بين الاجراءات اللي اتخذت ايضا هو الرقم الاخضر. الرقم الاخضر البعض كيقول بانه غادي يفتح واحد الباب جهنم ان صح التعبير على 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 الفضاء. اكيد هذه المفروض مهمه ديال النيابه العامه. هذه مهمه ديال النيابه العامه، لان النيابه العامه هي اللي باش قلت لك انايا قبيله القضاء لانه عنده اختصاص. انا تندير الفيزيك ما يمكنش نعرف واش انت بريء ولا ماشي بريء، ما يعرفش ما نعرفش ندير اون اونكيت، ما نعرفش نقول واش انت غير عندك حسابات مع هذاك ولا انت راه فعلا مظلوم. اللي تيقد يدير هذا الشيء هناك النيابه العامه، هناك الشرطه القضائيه، هادو اختصاص ديالهم، هادو اختصاص ديالهم وعندهم طرق كيفاش يديروا باش يديروا التحريات وباش يشوفوا باش يضبطوا الامور الى ضبطت، لان هذا هو هذا هو التخصص. حنا ماشي تخصص ديالنا هذا ديال اننا حنا اللي غادي نمشيو نبتوا، حنا اللي يمكن بالنسبه للهياكل ديال الجامعه هو واش كان هناك شي مساله اللي ما دارتش، اي انه كانت شكايه وما ما تخذتش بعين الاعتبار، او كانت هذه او كانت هذه، هذو هما الامور اللي هي اداريه واداريه فقط. دائما كيكون المشكل في الاحتكاك بين الاستاذ والطلبه، واش ما كاينش ميكانيزمات ولا اليات باش تعطي حمايه الطرفين معا وما نوقعوش في هذه الشبهات التحرش ان صح التعبير، في التنقيط ولا في المراقبه ولا ما هذه راه بصفه عامه ماشي غير في ماشي غير في الجميع. عندك العلاقة في ملي تكون واحد العلاقة ديال السلطة كيف ما كانت، كاين واحد لوفيسي، واحد اوفيسي سوبيريور اوفيسي سوبالتير تحت لي زوردر ديالو، كاين واحد طبيب وكاين واحد كذا، كاين واحد هذا وواحد هذا، فهمت كيفاش؟ فين ما كاينه شي تراتبية تيكون هذا 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 الشبهة ولا يمكن يكونوا الانزلاقات. هنا ملي تتكون دولة ديال الحق والقانون والمساطر تطبق ما نزرقوش، ما راه حنا شفنا دول كبيره وعظمى وشخصيات كبيره سقطات في الامر فهمتي، زعما ماشي الاخر، غير حنا اللي خصنا هو تتزير الامور، لانه ما يمكنش نسمحوا لنفوسنا كمجتمع ماشي عاد غير كجامعه، كمجتمع باش يكون عندنا هذه الظاهره هذه الصرامه. وهذا الصرامه شكون تيديرها؟ راه تيديرها الاختصاص.